وترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر، حتى لو كان يقر بالصلاة، يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله أني بصلي وأسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي وكذا، ولا يصلي، هذا مجرم أكثر من الزاني وأكثر من شارب الخمر وأكثر من تارك الصيام وتارك الزكاة وأكل الربا، لأن هذا ورد فيه نص بالكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.